ودلوقتي خلينا نروح نصبح على هالة الحملاوي ونعرف بقى ذكرياتها ايه مع الاذاعه وتقول لنا كل التفاصيل. يا هالة صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا شاذلي. يعني انا وعماله وانتوا قاعدين بتعملوا الانترو بتاع الحلقه عماله برضو استرجع ذكرياتي مع الاذاعه وازاي وانا صغيره برضو كان بابايا هو بيوديني المدرسه لازم الاذاعه واذاعه الشرق الاوسط تحديدا. انا كنت بحب قوي برضو صوت الاذاعه الكبيره سناء منصور. بالنسبه لي صوت استاذه سناء منصور كان مميز طبعا. بس بعد كده في مرحله لاحقه كنت بحب قوي برنامج ات يور ريكويست استاذه هاله حشيش. يوم الجمعه ده كان يوم الاجازه لازم اصحى على صوتها عشان يعني كنت بحب شويه الاغاني الانجليش وكده. ف لغايه دلوقتي حلمي الاذاعه، لغايه دلوقتي حلمي ان انا اقف قدام ميكروفون الاذاعه. بس بتفضل الاذاعه هي الحاجه الحلم كده اللي بيشدنا كلنا. سحر حقيقي. حقيقي. على العموم احنا هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وطبعا هنبدا من محافظه القاهره تحديدا شارع رمسيس اللي بيشهد حاليا كثافات مروريه دلوقتي مكمله لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لغايه تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطه. عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. وعند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. تعالوا دلوقتي مع بعض نروح لمحافظة الجيزة. شارع الهرم حاليا بيشهد في حركة السيارات بطء وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. في محافظة المنيا في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا نلاقي ان في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. اما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة اطلاقا. اما طريق الصحراوي الشرقي ففي كثافات مرورية بسيطة. كده خلصت جولتنا المرورية بس لسه في جزء هنكمل فيه في محافظة الشرقية. طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففيها كثافات مرورية بسيطة. في طريق المحافظة في الجامعة وكمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة مدخل الطريق الجديد لدرب نجم. طريق أبو حماد للإسماعيلية ماشي بشكل كويس جدا ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد ليلا لمناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء. كمان في أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد. ده غير إن في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 18 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكثر عن حالة الجو بس بعد شوية.